مسرح مصر كان بروجرام مع قناة ام بي سي، كنا شغالين على مدار 7 سنين. هي شكل مختلف تماما، احنا كنا بنعمل مسرحيتين في اليوم، كل مسرحية تقريبا ساعة، وكان هدفها الضحك. يعني هي كان المسرحيات هدفها ان الناس تضحك، ممكن نحط مسج صغيرة قوي قوي، بس الهدف الاساسي هو الضحك. انما مسرحية صباحية مباركة، المسرحيات اللي هي الكبيرة زي اللي كانت بتعمل زمان، مسرحية من فصلين، مسرحية فيها دراما، فيها حدوتة، فيها شخصيات ليهم علاقات ببعض، فيها سسبنس، يعني قصة تاني خالص غير مسرح مصر. والله أستاذ أشرف، بعد ما خلصنا مسرح مصر كان قايل لنا اللي احنا عايزين نعمل بعد مسرح مصر نعمل المسرحيات العادية اللي كان الجمهور زمان بيروحها والحاجات دي. فاتفقنا أنا وأستاذ أشرف وربيع إن احنا ندور على مسرحية بعد انتهاء الموسم بتاع مسرح مصر الأخير. فقعدنا بعديها وورينا كذا سيناريو لحد ما وصلنا للسكريبت اللي معانا دلوقتي، والحمد لله يعني لقينا الجمهور مبسوط جدا، وفي سسبنس، وفي الناس عايزه تعرف ايه حل اللغز، ايه اللي بيحصل. فكل الحاجات دي كانت من العوامل الحمد لله اللي خلت الناس مبسوطه. هو استاذ اشرف بقى المخرج، هو استاذ اشرف الممثل، هو استاذ اشرف اخونا كل حاجه. بس هي طبعا المسرحيه فيها نوع جديد من الاخراج. استاذ اشرف يعني مدرسه كبيره، فهو عامل خليط ما بين المزيكا اللايف، نقلات المشاهد مختلفه، حتى المشاهد مختلفه، في حاجات كتير جدا، عناصر الديكور، المزيكا، كل الحاجات دي استاذ اشرف كمخرج بقى يعني ضاف لنا فيها كتير قوي. مباركه يعتبر من اوائل المسرحيات اللي كل واحد فينا هيبتدي يعملها، لكن قدام ان شاء الله هنعمل مسرحيه انا بقى وحمدي وخاطر وربيع وتوته وكريم، يعني كلنا ان شاء الله ناويين يعني ان احنا نكمل في المسرح على طول باذن الله.